الإله الواحد آمين. الكتاب بيقول إن الله يريد إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فهو يريد خلاص الكل، حتى إنه من أجل خلاص الكل دبر لنا الفداء والتجسد وبذل دمه من أجلنا. لكن على الرغم من كل ده، الله لا يريد أن يرغمنا على الخلاص، يريد أن كل إنسان يقبل إلى الخلاص بإرادته بحريته، زي ما قال القديس أغسطينوس، قال إن الله الذي خلقك بدونك لا يريد أن يخلصك بدونك. يعني أنت ما كانش ليك فضل في أنك تتخلق، ما اشتركتش في الموضوع، بصيت لقيت نفسك موجود، أخذت الوجود دون أن تشترك في هذا الأمر، لكن في الخلاص لابد انك انت تشترك. يعني ربنا يريد ان الارادة بتاعتك هي اللي تقبل. يقول النور جاء الى العالم والعالم احب الظلم اكثر من النور، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، اما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذن لابد أنك أنت تقبله. الله لا يريد أن يتطفل على قلبك، عايزك أنت اللي تقبله وأنت اللي تمشي في سكته وتمشي بحريتك، وبمقدار ما أنت تمشي في سكته بحريتك تكون مكافئتك، وبمقدار ما ترفضه يكون عقوبتك. عشان كده ربنا بيقول جعلت أمامكم طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختر طريق الحياة لكي تحيا. تقول طب افرض ان الإرادة بتاعتي مش ماشية بطريقة ربنا، نعمل ايه؟ ربنا عمل لك حاجات كتير، حاجات من بره وحاجات من جوه، حاجات من بره وحاجات من جوه. عارف اللي احنا بنقول في قداس علمتني طرق الخلاص، رسم امامك طرقا كثيرة لكي تخلص بها، خلى من بره موجودة امامك أشياء كثيرة تساعدك، موجود أمامك الكتاب المقدس بكل ما فيه من تأثير روحي، وبطريق ربنا اللي بيقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. فمن هبات الله علينا لكي نخلص أعطانا الكتاب المقدس. كون ان يعطيك الكتاب وانت لا تقرأه دي غلطتك انت، كون ان يعطيك الكتاب وتقرأه بطريقة غير روحية دي غلطتك انت، كون ان يعطيك الكتاب وتقراه ولا تطبق عمليا في حياتك دي غلطتك انت، لكن ربنا اعطاك كتابه لكي تخلص. عشان كده بنسميه كلمة الحياة. عشان كده داود بيقول لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. كلمة ربنا للحياة،
أعطاك ربنا أيضا عظات ووعاظ وكتب روحية تفيدك من كل ناحية، موجود أمامك في المكتبات حاجات لا تحصى من الكتب، من الكتب الروحية ومن كتب تاريخ الكنيسة ومن كتب سير القديسين ومن كتب التأملات. كون انك انت ما تقراش دي غلطتك، لكن ربنا بيحاول يساعدك بكافة الطرق ويحط لك كل الوسائل التي تساعدك على انك انت تمشي في طريق. ربنا اوجد لك ايضا الرعاة والاباء لارشادك ولحثك على طريق الخير ولتوبيخك اذا غلطت. كون انك انت لا تستفيد من الرعاة ولا من الاباء دي غلطتك انت. ربنا حط لك وسائل كثيرة تساعدك انك تمشي في سكته. كون ان ربنا اوجد لك الكنيسة ايضا دي نعمة وبركة، انك تجد وسط روحي تستطيع تعيش فيه ووسط مقدس تستطيع تعيش فيه وقدوات صالحة تستطيع تستفيد منها. كون انك انت تقعد في الكنيسة ومالكش غير العين النقادة التي لا ترى إلا الأخطاء ولا ترى إلا النقط السوداء ولا ترى إلا ما تدينه وما تشمئز منه وتقول أنا أعثرت أنا ضعت أنا جرالي دي غلطتك أنت. طب ما تدور على الحاجات الحلوة واستفيد منها، ومالك أنت بالحاجات الوحشة؟ الدنيا فيها حنطة وزوان، استفيد من الحنطة ومالكش دعوة بالزوان. البستان فيه ورد وفيه شوك، استفيد من الوردة ومالكش دعوة بالشوك. الإنسان في الحقيقة كما يقول المثل العربي يبحث عن حتفه بظلفه، يعني هو اللي بيدور على موته، هو اللي بيدور على ضياعه. ربنا أوجد لك وسائل كتيرة كويسة، اختر الحياة لكي تحيا. مالك انت بالوحش؟ مالك بالناس اللي هم عثرة؟ ليه ما تفكرش غير في الحاجات السودة؟ ما تخش وتستفيد. صدقون اللي عايز يستفيد يخش الكنيسة يستفيد من الأيقونات، يستفيد من البخور، يستفيد من الشموع، يستفيد من الألحان، يستفيد من القداس، يستفيد من القراءات الروحية، حاجات كتيرة تفيده. لكن الظاهر ان الناس مش عايزة تستفيد، يدور على الشر ويتشعلق بيه، يدور على الحاجة المعثرة ويقول دي مضيعان. طب وانت مالك؟ ما في حاجات كتيرة كويسة. ربنا أوجد لك أيضا الطقس بكل روحانياته. ده ممكن إنسان يخش في الكنيسة ويستفيد من البخور، يستفيد من ملابس الكهنة والشمامسة، يستفيد من الموسيقى والألحان، يستفيد من الطقوس لو أراد. لكن الظاهر ان الانسان مش عايز يستفيد. ربنا اوجد لك اشياء كثيرة جدا تساعدك على الخلاص لو انك انت اردت. العيب جواك انك انت مش عايز تستفيد، لا عايز تستفيد من الكتاب المقدس ولا عايز تستفيد من الكتب الروحية ولا عايز تستفيد من سير القديسين ولا عايز تستفيد من القداس والطقس ولا عايز تستفيد من الكنيسة والجو الروحي ولا عايز تستفيد من الآباء ولا من الوعاظ ولا من الرعاة. ليه؟ ليه تضيع روحك؟ اللي عايز يمشي في طريق الخير
يجد أشياء كثيرة جدا تساعده على الخير. كل ما يريد الله إنك أنت تريده، ربنا عايزك تسعى وراه، وتلاقي حاجات كتيرة جدا بتدفعك لكده، مش بس من بره وإنما أيضا من جوه. يعني من جوه؟ يعني ربنا خلقك وخلق لك ضمير، الضمير عبارة عن مصباح ينير لك الطريق. الضمير ده يسموه الشريعة الأدبية أو الشريعة الطبيعية أو الشريعة غير المكتوبة، شريعة غير مكتوبة جواك، في صوت جواك بيقول لك ده صح وده غلط. كون انك انت مش عايز تستفيد من هذا الصوت الداخلي لغلطتك. ربنا خلق لك الى جوار الضمير عقل يميز وفهم وادراك، وتستطيع بالعقل تفهم الصح من الغلط، تستطيع بالضمير تفهم الصح من الغلط. لماذا لا تستخدم الضمير ولا تستخدم العقل؟ ربنا ايضا اوجد لك زيارات النعمة تزورك بين الحين والآخر. لا يوجد إنسان في الدنيا إلا وزارته زيارات النعمة. تبص تلاقي في وقت من الأوقات قلبه بيلتهب فيه، تلاقي في وقت من الأوقات قاعد يقرأ اتأثر تأثر معين كده، يلاقي في وقت من الأوقات يكون سمع إذا ولا حاجة اتأثر وشعر برغبة بأنه يسيب الحاجة الفلانية أو يعمل الحاجة الفلانية. زيارة من زيارات النعمة تبكته على خطية أو تدفعه إلى طريق روحي. ما فيش حد في الدنيا إلا وأدركته هذه الزيارات، زيارات النعمة. ليه ما بتستفدش من زيارات النعمة هذه؟ نعمة الله بتعمل في كل أحد، تعمل حتى في الوثني، حتى في الأمم لكي يؤمن، تعمل في كل إنسان بس عايز استجابة. في واحد عايز ربنا يشيله كده غصب عنه ويحطه في الملكوت، مش ممكن. ربنا عايز الإرادة بتاعتك تتحرك، الرغبة القلبية عندك تتحرك، اشتياقك إليه، محبتك ليه، رغبتك فيه، تفضيلك إياه على الباقين كلهم، على كل أحد وعلى كل شيء. دي حاجة لازم تكون في قلبك، لازم أنت تتحرك وتستجيب لعمل ربنا. ما تقدرش تقول ربنا لم يدعوني في يوم من الأيام، ما تقدرش تقول ربنا لم يحرك قلبي في يوم من الأيام، مش ممكن. كل إنسان وصلته الدعوة الإلهية. ده ربنا أيضا أوجد لك تأثرا من الأحداث التي تمر بك. انتوا فكركم الأحداث دي ما فيهاش إيد الله بتحركها لخيرك عشان انت تتأثر بيها؟ عمرك ما شفت واحد مات وتأثرت؟ عمرك ما شفت حادثة الواحد وتأثرت؟ عمرك ما شفت إنسان مرض مرض خطير وتأثرت؟ كلها موجودة. ربنا أوجد لك الأحداث لفائدتك، بل أوجد الموت أمامك والأمراض أمامك لفائدتك. لماذا لا تريد أنك أنت تستفيد؟
اللي عايز يستفيد يلاقي حاجات كتيرة بتدفعه إلى طريق ربنا. ده الأنبا بولا مجرد إنه ماشي في السكة وكان متخاصم مع أحد أقربائه ورايح يشتكيه، لقى جنازة بتاعت واحد ميت ولقى ناس بيتكلموا، اتأثر وكانت النتيجة إنه ترك العالم. الأنبا أنطونيوس مجرد إن شاف أبوه ميت قصاده وقال له فين عظمتك وسلطانك وقوتك، أديك خرجت من الدنيا غصب عنك، أنا سأخرج من الدنيا بإرادتي قبل أن يخرجونني كارها. حادث قصاده تأثر به. وإحنا ياما حوادث بتمر علينا، إيه فقدنا التأثر ولا إيه؟ ده زي إنسان ياخد دواء ويولف عليه مدة طويلة فالدواء يفقد تأثيره عليه، يقول لك لازم تغير الدواء ده جسمك قد عليه. مفيش عصر من العصور كانت فيه طباعة زي أيامنا. ده زمان كان واحد يقدر يلاقي كتاب مقدس زي اللي عندنا، حاجة قد دي. ده كان علشان واحد يحصل على كتاب لازم إنسان ينسخهوله، وعلى بال ما ينسخ 73 سفر من الأسفار يكون مرت سنتين 3 4 على بال ما ينسخه، وهكذا الأجبية وهكذا الحاجات دي، وانت كله موجود أمامك بس مش عايز تستفيد، مش عايز تستفيد. هو ربنا اداك حاجات كتير وانت مستفدش. عمركم شفتوا عصر من العصور فيه كتب مالية المكتبات زي أيامنا والطباعة تكر على طول وتطبع بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، لكن مين بيستفيد؟ الظاهر بينطبق علينا المثل اللي بيقول إذا كثر العرض قل الطلب. أكمن كلمة ربنا بقت سهلة أمامنا ما بقناش نقبل عليها. ربنا عمل معاك أكتر من كده، إن جعل قلبك هيكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيه. طب دي نعمة مش موجودة أبدا، مين عنده حاجات زي دي؟ ده زمان لو واحد حل عليه روح الرب نقول ايه العجب ده. نسمع ان شمشون حل عليه روح الرب، ان جدعون حل عليه روح الرب، ان داود حل عليه روح الرب، امثلة قليلة. لكن دلوقتي كل واحد الروح القدس بيحل على الكل. ايه اللي بنستفيده احنا من الروح القدس وعمله فينا؟ ده بيقول الروح القدس يبكتكم على خطية، الروح القدس بيرشدنا الى كل الحق، بيرشدنا الى الخير الى الطريق الروحي. ايه اللي بالنسبة لنا ينقصنا وربنا ما عملوش فينا؟ زي ربنا ما قال في نشيد الكربة في أشعياء 5، قال أي شيء يمكن أن يعمل لكرمي ولم أعمله؟ لماذا لما جيت أطلب منه عنب جيد إداني عنب رديء؟ ليه؟ ربنا عمل كل حاجة من أجلنا وما زال يعمل. ده ربنا أعطانا نعما عجيبة في كل سر من أسرار الكنيسة، نعم العهد الجديد. هل إحنا بنستفيد منها؟ فين الفايدة اللي بنستفيدها؟ إيه الفايدة اللي بنستفيدها من كل قداس؟ إيه الفايدة اللي بنستفيدها من كل اعتراف؟ ايه الفايدة اللي بنستفيدها من كل طقوس الكنيسة؟ ايه الفايدة اللي بنستفيدها من البركة التي تعطى لنا؟
من السلام الذي يعطى لنا. ايه كل نعم العهد الجديد دي ولا نستفيد منها؟ نبقى احنا اللي مش عايزين نستفيد. الخير موجود امامنا واحنا ما استفدناش منه. النور اضاء في الظلمة واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. اذا كنت عايز تمشي صح الدنيا مفتوحة امامك للاخر في انك انت تمشي صح، وربنا مستعد يشتغل معاك على الاخر. ربنا اوجد امامك الخدمة والخدام، اوجد امامك الاجتماعات، اوجد امامك التراتيل والالحان، اوجد امامك الموسيقى الروحية، اوجد امامك التأملات. اعطاك اشياء كتير ما كانتش موجودة زمان. ده انا ساعات لما ابص لداود النبي ويقول لكل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا، اقول له ايه الوصايا اللي كان عندك يا داود في ايامك؟ اسفار موسى الخمسة، سفر يشوع والقضاة ورعوس، سفر ايوب، حاجة بسيطة من صموئيل، يعني 9 اسفار. كل الحاجات اللي عندنا دلوقتي ما كانتش موجودة ايامه. على الاقل كل اسفار الحكمة بتاعت سليمان والامثال والجامعة والنشيد ما كانتش موجودة ايامه. كل العهد الجديد ما كانش موجود ايامه. كل الانبياء الكبار والصغار ما كانوش موجودين ايامه. كل الاسفار التاريخية الاخرى ما كانتش موجودة ايامه، لا الملوك الاول ولا الملوك الثاني ولا نحميا ولا عزرا ولا المكابين ولا حاجة ابدا. ايه اللي كان موجود ايامه؟ حاجات قليلة، 19 اسفار. رعوس ايضا كان موجود ايامه. طب العهد الجديد كله ما كانش موجود ايام داود. رسائل بولس، رسائل يوحنا، سفر الرؤية، كل ده ما كانش موجود ايامه. الاناجيل، ومع ذلك يقول له لكل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. يقول له سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يقول له شهاداتك هي درسي. يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. طب واحنا كل ده ما بنفرحش بيه؟ مشكلتنا الأولى والخطيرة في حياتنا إنه لا يوجد تجاوب بيننا وبين عمل الله فينا. الله بيعمل في الكل، لكن هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب. المسيح بيدخل كل بيت فيه اللي بيقعد عند رجليه يسمع كلامه ويتأمل فيه زي مريم، وفيه اللي بينشغل ويضطرب لأجل أمور كثيرة زي مرسى، والحاجة إلى واحد. العيب فينا احنا، احنا لا نتجاوب مع عمل ربنا. ربنا بيخبط على الباب واحنا اللي ما بنفتحش. ربنا بيسعى إلينا واحنا اللي بنهرب منه. ربنا بيقدم لنا كل الطرق النافعة للخلاص واحنا ما بنتجاوبش معاه. ايه الحكاية؟ ماذا يمكن ان يصنع لكرمي ولم اصنعه؟ عملت كل حاجة، ايه اللي ناقص؟ ربنا ايضا اعطانا الطبيعة الجديدة في المعمودية. الهوذا الكل قد صار جديدا. قال انك انت
صلب الإنسان العتيق اللي فيك وولد فيك إنسان جديد على صورة الله في هذا الميلاد الثاني. إيه اللي استفدناه من الميلاد الثاني؟ ربنا نقى طبيعتنا رجعناها تاني أسوأ من مكان. إيه الحكاية؟ ربنا أعطانا قلبا جديدا وروحا جديدا، شوهنا القلب الجديد والروح الجديدة، واللي خدناه كويس فقدناه. ايه ربنا يعمل ايه مع الناس؟ ربنا جعل طبيعتك اكثر ميلا للخير عن ذي قبل. هل استفدت من الطبيعة الجديدة اللي ربنا اعطاك ليها؟ ربنا أعطاك وسائل كثيرة لتقوية الإرادة. تقول إرادتي مش ميالة للخير، أعطاك وسائل كثيرة لتقوية الإرادة، لعل من ضمنها نعمة الصوم اللي ربنا إداها للناس. هل نستفيد من الصوم أم نحاول في الصوم أن نبحث عن الطعام الشهي بكافة الطرق؟ بكافة الطرق. ايه الأطعمة الشهية الموجودة؟ ده تكاد تكون حاجات كتيرة دلوقتي موجودة صيامي. يقول لك في جبن صيامي، وفي شوكولاتة صيامي، وفي لبن صيامي، وفي جيلاتي صيامي، وفي طرطة صيامي. ناقص بقى يقول وفي عدس صيامي كمان. ما فيش حاجة مش موجودة صيام. ده دلوقتي في بلاد كثيرة يستطيعون أن يستخرجوا من فول الصويا لبن ويعملوا منه جبنة ويعملوا منه طرط ويعملوا منه حاجات كتير. وانت تاخد من الحاجات دي وتقول اللهم اني صائم. صائم ايه يا حبيبي؟ فين اللي صايم؟ حاجات لتقوية ارادتنا ونحن لا نحاول أن نستفيد منه. اللي عايز يستفيد يقدر يستفيد، واللي عايز يضر نفسه بيقدر يضر نفسه، لكن ربنا عمل لنا حاجات كتيرة جدا وإحنا ما بنستفيدش منها. ياريت في فترة الصيف دي ناخد تداريب كثيرة لتقوية الإرادة. ياريت ناخد آيات نحفظها سوا ونتأمل فيها سوا. ياريت نتحرك شوية من أجل خلاص أنفسنا. هو لازم أنت تقتنع إن السير مع الله كويس ليك، وإن الحياة الروحية مفيدة ليك، وإن تكوين علاقة مع الله من صالحك، وإن نقاوة القلب كويسة ليك، وإن شهوات العالم مضرة. ربنا قال أمامك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. 10 خلوهم العشرة الطيبة اللي تستفيدوا منها. احفظ في كل يوم آية، خد كل يوم آية تتأمل فيها وتجعلها سببا لخلاصك. خد كل يوم آية تتأمل فيها وتجعلها سبب لخلاصك. خد لك برنامج للحفظ في العطلة الصيفية،
حفظ مزامير وحفظ آيات وحفظ صلوات وحفظ ألحان وحفظ أقوال نافعة ليك. حاول تستفيد. زي واحد مريض ومش عايز يشفى، المسيح بيقول أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تمشي كويس، أهي السكة موجودة وجاهزة. وتأكد إذا ابتديت تمشي في الطريق الصح تلاقي الروح القدس معاك، تلاقي الملائكة معاك، تلاقي أرواح القديسين معاك، تلاقي عمل النعمة معاك، تلاقي إرادتك بدأت تتحول إلى الخير وإرادتك تمشي معاك، وتلاقي كل الطرق ماشية. لكن سؤال أسأله وكل واحد يجاوب عليه بينه وبين نفسه، هل أنت هو نفس أنت بتاع السنة اللي فاتت وبتاع اللي قبليها؟ لا تغيرت ولا تبدلت ولا تجدد ذهنك ولا تغير تفكيرك ولا قويت إرادتك ولا تركت طباعك وأخطائك وأنت زي ما أنت؟ يبقى أنت الجاني على نفسك. أنت تقول لازم أنا أتحول إلى شخص جديد بطبيعة أفضل، بإرادة أفضل، بسلوك أفضل، بميل نحو الخير أكتر عشان تمشي في طريق ربنا. وشوف إيه أخطائك اللي أنت ماشي فيها وإزاي تبطلها. لكن ما تقولوش يا رب أنا أعمل إيه، الدنيا وحشة والوسط وحش ومش لاقي قصادي قدوة. لا يا حبيبي، اللي عايز يمشي في الخير يقدر يمشي فيه. اتفضلوا صلي.